Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Ismi Yelia. Wa ana talibah fil Jami'atil Islamiyyatil Hukumiyyati Bukit Tinggi. Tayyib, fi hadzal yawmi sa'adhhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a akhil kabir wa sanadhhabu bidarrajatin nariyah. Tamam. يمكن الآن سأقوم بترتيب ملابسي أولا. انتظروني. حسناً، لقد انتهيت من ترتيب جسمي. أليس ملابسي جميل جداً؟ وواجهي. ما شاء الله. خلاص، أنا مستعدة للذهاب. هذا هو الطريق الذي نسلكه للذهاب إلى حديقة الحيوان. نادرة ما تتكدس شوارع مدينة البوكيت تينجي. نعم، هذه ساعة كبيرة، أو نقول في اللغة المنكبوية جمجدان. أليست السماء صافية جدا اليوم؟ طيب، لقد وصلت في خارج حديقة الحيوانات. يمكن الآن سأشتري تذكرة وأدخل. هذا هو العداد لشراء التذاكر. ما شاء الله، هذا المكان جميل وواسع ونظيف جدا. هيا نرى الحيوانات في هذا المكان واحدة إلى الأخرى. هذا غزال. هذه الغزلان لها قرون جميلة وجلدها مثل نقاط البلقة. وهذا؟ ما هذا؟ إنه لطيف جدا ولون فروه أسود. والحيوان الكبير هو الفيل. وما هذا؟ انظر. يا حلوتي، هذا قنفذ. غوريلا، مرحبا غوريلا. لماذا تمسك بيدي؟ لا. وها هو نمر. وهنا يأتي دب. لماذا تكون الدبابة جميلة جدا وهي متوحشة؟ حسنا، أنا متعب وأريد أن أرتاح لبعض الوقت وأشرب القهوة. ثم الآن دعونا نلقي نظيرة على أنواع الزواحف المختلفة الموجودة هنا. واه، تتم زراعة الزواحف في هذا المكان كثيرة. هناك أنواع مختلفة من الثعابين والإغوانا. ربما يمكنني البقاء هنا أيضا. انظر، تلك الثعبان أصفر وجميل. أرجو من منطقة الزواحف ثم سأذهب إلى منطقة الطيور. طيب، الآن هيا نرى متنوعة من الطيور. هيا. تزرع هنا أنواع مختلفة من الطيور. الطيور أكلة للحوم، وطيور تجيد سباحة، وطيور تجيد طيران. حتى أنواع من الطيور لا يستطيع الطيران أيضا. كثير جدا.
أيكم هو أجمل طائر في العالم؟ هذا جسر للمشاة داخل حديقة الحيوان. من أعلى هذا الجسر يمكننا أن نرى مدينة بوكيتينجي. ما شاء الله، هذا الجاموس كبير جدا. حسنا، هذه هي الحيوانات في هذا المكان. أليس الحيوانات جميل جدا؟ ولكن في الحقيقة في هذا المكان أكثر حيوانات أخرى، ولكن الوقت قليل جدا. أتمنى أن أذهب إلى حديقة الحيوانات معكم ذات اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.